هالدائرة الأمنية 24 للشرطة هي من إحدى اللبنات الأخيرة اللي تم افتتاحها في هذه المنطقة بالشعوف العزوزية على أساس تقريب الإدارة من المواطنين، تزويد المرفق الأمني، وكذلك تكريس الإحساس بالأمن. نعم، التغطية لهذا الحدث الهام كيتجلى في افتتاح وتدشين مقر الدائرة الجديدة، الدائرة 24، اللي تم اعطائها واحد الاسم على حسب القطاع النفوذ الترابي ديالها اللي تابع ليها، هو القطاع ديال العزوزيه التارقه. كما كتعرفوا ان هذا الافتتاح جاء في اطار مخطط استراتيجيه العامه للكنجاسي المدير العام للمواطني خصوص الراميه الى تجويد وتطوير وعصرنه البنيات التحتيه للمنشات الامنيه التي تهدي بالاساس الى تقريب الخدمات الامنيه للمواطن وتجويد الخدمات ديالها والقرب من المواطن، اطار تفعيل مبدا شرطه القرب، وكذلك كفاله الحق اللي هو اساسي مكفول المواطن وجب الدستوري وحق الامن. كما كتعرفوا القطاع ديال الدائره جاء كذلك من اجل تخفيف العبء الضغط اللي كان على مستوى القطاع اللي تابع للدائره 13. كان واحد القطاع اللي هو شاسع اللي كتبلغ المساحه ديال 51 كيلومتر مربع والكثافه السكانيه اللي تجاوزت 71 الف نسمه. الان تم التحديد وتقسيم القطاع الى جزئين، الجزء الاول تابع للدائره 13 والجزء الثاني تابع للدائره 24 العزوزيه تارقه، وفي انتظار كذلك افتتاح ديال المحطه الطرقيه اللي هو المشروع يجلب الكثافه كذلك وحركيه، لا من ناحيه ديال السير والجولان، لا من ناحيه التوافد السكاني سواء المواطن المراكشي المحلي او مواطن من التي توافد من مدن المملكه، اجانب ومغاربه، للتغطيه المجاليه تغطي ان شاء الله الدائره 24 حكم التزويد ديالها بوسائل لوجستيكية حديثة، فيها مكاتب، فيها الأجهزة ديال الحواسيب، بالإضافة للسيارة ديال العملية السيارة جديدة ودراجة نارية. تم التزويد ديالها كذلك بعنصر بشري مهم، 22 موظف اللي هما تم الاختيار ديالهم أساس الكفاءة، في رئيس الدائره بالنيابه، النائب رئيس الدائره، بالاضافه للضباط الشرطه القضائيه والمساعدين ديالهم اللي محررين، بالاضافه للمكتب ديال الشواهد الاداريه، مع اضافه مكتب تابع للمصلحه ديال التوثيق البطائق الوطنيه اللي غيخلق واحد القرب اللي هو مهم بالنسبه للمواطن. مجرد الحصول على شهاده السكنه يتم ايداع الملف الخاص بالبطاقه الوطنيه بعين المكان. وكما تنقول لكم السياسه دائما اللي كتنهجها المدير العام الوطني وتحت اشراف السيد المدير العام الوطني، وتزيل السياسه الحكيمه والرشيده صاحب الجلاله نصر الله، ودائما تحت شعار الخالد الله الوطن الملك. سيد الوالي